مما يدل على أن الاستغفار عظيم، بل مما اضطرد عندهم أن الاستغفار عندهم أهم من الدعاء. استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم عندهم من أن يدعو لهم. ولذلك في صحيح مسلم قال عبد الله ابن سرجس لما سأله عاصم الأحول وهو الراوي عنه كما في صحيح مسلم، قال استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم، لأنه في الرواية الأخرى قال أكلت، يقول عبد الله بن سرجس، قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحما وخبزا أو ثريدا، فقلت يا رسول الله غفر الله لك؟ قال ولك. فقال عاصم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عبد الله نعم، واستغفر لكم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.